ما هو اضطراب ثنائي القطب؟ يعتبر اضطراب ثنائي القطب بالإنجليزية bipolar disorder مرضا نفسيا خطيرا، يتمثل بوجود تقلبات مزاجية غير طبيعية وحادة تتراوح بين السعادة المفرطة والهوس والاكتئاب. والاسم الآخر له هو المرض الهوسي الاكتئابي. وترافق التقلبات المزاجية تغيرات في مستويات الطاقة والنشاط اليومي للمريض، ويمكن لهذه الحالة أن تؤدي إلى تراجع ملحوظ في التحصيل العلمي ومشاكل في العمل وتدمير للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ويؤثر المرض في كلا الجنسين على حد سواء، ويمكن أن يصيبهم في أي عمر، ولكن غالبا ما يصيب اليافعين منهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 من العمر. تختلف التقلبات المزاجية التي يعاني منها مريض اضطراب ثنائي القطب عن التقلبات المزاجية التي يمر بها الإنسان الطبيعي، حيث تستمر التقلبات عند المريض لأيام أو أسابيع، وترافقها معاناة المصاب من صعوبة في النوم والتركيز، كما تتراجع قدرته على العمل، وفي بعض الأحيان قد يؤذي المريض نفسه أو ينهي حياته انتحارا. تتأرجح الأعراض المختلفة لمرض اضطراب ثنائي القطب بين مرحلتين رئيسيتين، هما نوبة الاكتئاب ونوبة الهوس، بالإضافة إلى الحالة المختلطة بينهما والتي تظهر فيها أعراض نوبة الاكتئاب ونوبة الهوس معا في الوقت ذاته. أولا، أعراض نوبة الاكتئاب. من أعراض نوبة الاكتئاب تدني مستوى تقدير واحترام الذات، كثرة البكاء وقلة الطاقة وعدم الاكتراث للحياة، الشعور بالذنب والحزن والوحدة والعجز. كما من أعراضها أيضا جسديا التعب والبطء في الكلام مع قلة التركيز وصعوبة التذكر. كما يعاني المريض من مشاكل في النوم سواء تمثلت بالأرق أم الإفراط في النوم، التفكير في الموت والانتحار. كما تحدث لديه تغيرات في الشهية سواء بالإكثار من الأكل أو عدم الأكل نهائيا، الشعور بآلاف غير معروفة السبب في الجسم، فقدان المتعة خلال ممارسة النشاطات التي عادة ما تشعره بالسعادة والمتعة، الشعور بالظلام وفقدان الأمل، القلق حيال الأمور العادية والبسيطة، الانزعاج والتهيج عند التعرض لأمور يمكن تقبلها أو تجاهلها مثل الأصوات المزعجة أو بعض الروائح أو الملابس الضيقة. أعراض نوبة الهوس. من الأعراض التي تظهر على المصابين بنوبة الهوس الشعور بالنشوة والنشاط أو التهيج المفرط، كثرة الكلام لوجود العديد من الأفكار وكثرة التنقل بين المواضع، ثقة كبيرة بالنفس وارتفاع مستويات الطاقة مما يؤدي لقلة الحاجة للنوم، الاندفاع والتهور بهدف المتعة من خلال القيادة بسرعة كبيرة والتسوق والدخول في مشاريع تجارية خطرة وممارسة الجنس غير الشرعي، الهذيان والهلوسة والأوهام، عدم القدرة على إعطاء القرارات والأحكام بصورة صحيحة، كما يعتقد المصاب بإمكانية فعل أي شيء ويعتقد بعدم وجود شيء خاطئ. من أسباب الإصابة باضطراب ثنائي القطب هو التغيرات الحيوية في الدماغ. هو لا يوجد سبب واضح ومعروف للإصابة، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة، كإدمان المخدرات أو إدمان الكحول، التعرض للتوتر لفترات طويلة كما في حال موت شخص قريب أو حبيب، أو الجينات، إذ ترتفع احتمالية إصابة الشخص باضطراب ثنائي القطب في حال كان أحد الوالدين أو الإخوة يعاني من الداء ذاته. كيف يمكننا معالجة اضطراب ثنائي القطب؟ للأسف لا يوجد شفاء تام لمرض إصابة اضطراب ثنائي القطب حتى الآن، ولكن توجد العديد من الخيارات العلاجية لمحاولة تحسين المزاج وتهدئة حالة الهوس والتخفيف من حالة الاكتئاب. وبذلك فإن العلاج يهدف بشكل أساسي إلى تقليل حدة الأعراض التي تظهر على المريض وتقليل مدة النوبة لمحاولة تأمين حياة طبيعية له. أولا، الأدوية. يجب على المريض الالتزام بتعليمات الطبيب فيما يتعلق بطريقة تناول الأدوية، ومنها كربونات الليثيوم التي تستخدم عادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهي أكثر الأدوية المستخدمة للسيطرة على النوبات طويلة الأمد من الاكتئاب والهوس. من الأدوية أيضا مضادات الاختلاج، تستخدم في بعض الأحيان لعلاج نوبات الهوس. هناك أيضا مضادات الذهان، تستخدم في الحالات التي تكون فيها الأعراض شديدة والتصرفات السلوكية للمريض مضطربة بشكل واضح.
من أنواع علاجات التي ينصح بها لمعالجة المصاب باضطراب ثنائي القطب المعالجة النفسية. وتعتبر المعالجة النفسية نوعا من العلاجات المهمة لمساعدة المريض على تمييز الأعراض الأولية للمرض وتعليمه الطرق المناسبة للتعامل مع محفزات الحالة والضغوط النفسية اليومية وزيادة الالتزام بتناول الأدوية، وذلك للحفاظ على الفترات الطبيعية قدر المستطاع لأطول فترة ممكنة. من العلاجات أيضا التوعية والاستشارة السلوكية. المعالجة بالتخليج الكهربائي، وفيها يتم تعريض المريض لصدمة كهربائية أي تيار كهربائي سريع، وهذا قد يساعد على علاج بعض المشاكل الموجودة في الدماغ. كما هناك العلاجات الطبيعية والعشبية، في بعض الأحيان تستخدم الأعشاب والمكملات الغذائية الطبيعية للمساعدة على السيطرة على المرض، مثل عشبة حشيشة القلب أو أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك.